الإرهاب ولا اليوم يستفحل قاعد معناتها في المناطق العربية، والإرهاب هذايا نحن في تونس موجود قبل ما نمشيو ليبيا، وليبيا ولا إرهاب معناتها هو اللي شدد البلاد أكثر منه سلطة رسمية. وفي تونس ماذا بينا نكونوا أكثر صارمين مع مكافحة الإرهاب. أنا مانيش قاعد نشوف في سياسة ضد الإرهاب ولا خطة ضد الإرهاب، ثم بعض التسامح، ثم ناس معناتها اللي هما متضامنين أنتر جيمي ما بين مع بعض الإرهابيين ومع الإرهاب ذا، ويحاولوا هكا يعطيوه وجهة أخرى وتفسيرات وتبريرات. هذوما الناس اليوم من هنا فصاعدا جيسبر بيان افيك معناتها هالستابيليتي اللي دخلنا فيها والحكومه الجديده ورئيس الجمهوريه المنتخب على 5 سنين، يظهر لي باش نكونوا ماذا بينا نكونوا اكثر صرامه واكثر حده مع جماعه هذوما، ونوقفوا هالارهاب هذايا اللي هو باش يكملنا معناتها واللي ما يخلينا حتى شيء معناتها لا حاضر لا مستقبل.